مساء الخير. وقف محروس أمام أبيه كالجاموس، وعيناه تلمعان خبثا وتبرقان مكرا، وقال لأبيه بصوت خفيض مهموس: أنا لا أطيق بعد الآن يا أبي صبرا، أنت مليونير يا أبي ولا تنقصك الفلوس، وأنا أكاد أموت همّاً وغمّاً وقهراً. دهش الوالد من كلام ابنه الخنفوس، وحثه على الإيضاح تواً وفوراً: فعهده بابنه يعيش في جنة الفردوس، ويقتني أغلى الحوائج ثمناً وأغلاها سعراً، فقمصانه من حرير تدلبدوس، وسراويله مطرزة ذهبا وتبرا، وسيارته فورد توروس يتباهى بها على أقرانه طرة، وموبايلاته لها ميزة الانفراد والبلوتوث، وترسل أوديو وفيديو جوا وبحرا، لم يجرؤ على امتلاكها من قبل جاسوس، ولا حواها قبطان يخت ينخر البحر. فأي شكوى يدعيها هذا المنحوس؟ فليشكر الله على أوضاعه. شكرا، قال الابن للوالد المتعوس: أنت أبي وأنا لا أخالف لك أمرا، أنت كريم وفضلك فوق الرؤوس، فلماذا تعاملني كما لو كنت غرا؟ أرجوك لا تقيدني بنظرة الرئيس للمرؤوس، فقد عودتني أن أكون دائما حرة. فقال له أبوه بوجه عبوس: كفاك مواربة، وقل ما بنفسك جهرة، هل تسعى يا خبيث وراء العروس؟ أنا جاهز كي أدفع المهر. فأجاب ابنه: لا، ما أنا بالزواج مهووس، ولم أبلغ بعد سنا يؤهلني لهذا ولا عمرا. اسمع يا أبي، أنا أحمل البكالوريوس، فما زادني حملها علما ولا نيلها فخرا، فهل لك أن تسعى لي من بلاد الروس بشهادة دكتوراه أتيه بها فخرا؟ أصدقائي اشتروها وتباهوا علي كالطاووس، فإن كانوا طيورا فلم لا أكون أنا النسرة؟ ولا أظن أنك بخيل كالحوس، فالمال يجري بين يديك ساقية ونهرا. تغضن وجه الأب لهذا المنطق المعكوس، واعتبر كلام ابنه عذرا وفجرا، وجعر كمن أفاق من كابوس، فما رأى جهلا مثل هذا ولا كفرا، وقال لابنه ساخطا: ولك يا ديوث، أنت في العلم لا تعرف أن تقرأ سطرا، فهل فقدت الرشد والناموس حتى تشتري ما لا يشترى حتى ولا يقرأ؟ هل كنت نطاسيا كجالينوس وبفضل طبك جراح الناس تبرى؟ أو كنت وزيرا كابن عبدوس حتى تحشر نفسك في خانة العظماء حشرا؟ أنت لا تفقه تهجئة كلمة في قاموس، أنت جاهل في العلوم جمعا وحصرا، أنت لا تعرف الديكشنري من اللاروس، ولا كنت أسدا في حياتك ولا نمرا. الوضع منك يا ابن آدم ميؤوس، وحسبك كونك في الحياة جرذا وكونك فأرا. أنت للظهر نائم في سريرك مدفوس، وشخيرك في عفور يملأ القصر، ولو قرعنا فوق رأسك ألف ناقوس لاستمرت أحلامك مهما القرع استمر. أنت في مجال الحياة كالفسفوس، فلا هلالا بلغت بها ولا بدرا. فانزعج ابنه واحتش كالممسوس، وقد أحس الإهانة والأذى والضر،
وتنحنح من خجل يريد الجلوس، فعاجله أبوه بصيحة الكبرى: لعن الله شيطانك يا مشموس، أنت لا يرتجى منك نفع ولا أرى فيك خيرا، تجول كالفلتان في الشعلان والعرموس، تطارد نسوة بالتلطيش وهلم جرا، أنت كثير عليك سائق بل عتال في الظهرية الحمراء، أنت عالة على أبيك كالفيروس، إن مررت بالحلو باقترابك صار الحلو مرا. وتنهد الأب بعد نفس طويل محبوس وطلب غفرانا من رب العالمين وأجرا، ثم قال وصوت الأسى في صوته ملموس، وأحس بصدره نارا مؤججة وجمرا: كيف نشتري يا بني الدكتوراه بالفلوس؟ وهل ترفع الدكتوراه من شأنك قدرا؟ ثم لا تنسى أن تلك البكالوريوس شريناها لك من بلد بها تشرى. أنا لم أرك مولعا بالتحصيل والدروس، ولم تحفظ قط من قصيدة شطرة، أنت لم تقرأ كتابا ولو لسعد الله والنوس، ولا حتى لحنمين ولا الذهبي ولا جبرة، ولم تستعمل المسطرة والمنقلة والكوس، ولم ترسم لدائرة مماسا ولا قطرة، أنت لم تسمع بتالس ولا فيثاغورس، ولا تعرف لأي عدد مهما صغر جذرة، أنت لا تعرف الخيار من الفقوس، ولم تملأ دواة مرة حبرة، لقد نخر الجهل تلافيف مخك نخر السوس، وهيهات أن ترمم ذلك النخر. يا ابن الحمير يا ولدي ويا ابن التيوس، أنت تعرف من نكون وتعرف السر، نحن محدثو نعمة وأصلنا مطموس، وتجارة الممنوع قد قلبت عسرنا يسرا، وبفضل نفوذ شركائي في طرطوس تعامت الأعين عني وذقت الراحة الكبرى، والكل يعرف أن عقل ابني ملحوس، وأنك فاقد الهمة فاشل، والصفات تترى ولو تجاوزت حدي بليلة لا ينيرها فانوس، سحبوا البساط من تحتي إلى جهنم الحمراء، وبعد أن كنت مثل القيصر يوليوس أكلت المر ولعقت الصبر، فكيف لك أن تكون شمس الشموس مختالا بشهادة الدكتور تيها وكبرا؟ قم هات لنا كأسين من بونجوس، واقلب الحديث إلى قصة أخرى. في المساء سهر الأب مع المدام ودارت الكؤوس في حديقة جميلة وليلة أنيسة قمرة، قالت معاتبة: يا أبا محروس، شهادة الدكتوراه يا حبيبي ضرورة كبرى، ابنك أحس بأنك رفزته فهو مرفوس، ونشبت بحلقه من غيظه غصة حرة، أفتريد أن يظهر علينا ابن أم طنوس والناس يلقبونه حمارا وكرا؟ لقد اشتروا له شهادة بدراهم والفلوس، فلم لا نختم هذه الخدمة ابننا البكرى؟ وكيلك الله، لقد رقصوا احتفالا بالسيف والتروس، وملأوا الحارة طبلا والمدينة زمرا، ووصلت الأصوات إلى جديدة أبوس، واستمرت ليلا وقاربت فجرا. اسمع، إن لم تصالح محروسا بالكلام المأنوس سأغضب منك حتى أوسد القبر. ما أطيب قلب الثري أبي محروس، فبعد شهور من جدال ارتفع مدا وانخفض جزرا، علقت شهادة المحروس بإطار أبنوس.
وكسبت بلادنا كفاءة عالية وخبرة كبرى. والسلام عليكم. Thank you.